كاين شي واحد اللي عنده الدار فيها المحراب؟ كاين اللي عنده الدار فيها صالة مونجي، صالة كوشي، صالة كذا، وما عندهمش فين يصليو. كل منين تمشي تقصر عند الناس كيتسخسبوا يصلي العشاء، اقلع الميدة، ارفد الميدة، دير الميدة فوق الميدة، ارفد الميدة فوق كذا، صلي فوق الميدة. كاع حاط ديارو ما ديرش انت ان شاء الله تعالى مكان محراب. يا كاع حاط الدار ما فيهاش القلب، ما فيهاش الروح. ألم يقل الله لبني إسرائيل في سورة يونس: جعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. معنى جعلوا بيوتكم قبلة؟ ماشي معنى توجهها للقبلة، هذا التوجيه المادي فقط. لكن اجعلوا بيوتكم قبلة، أي من يعيش في ذلك المنزل ينبغي أن يكون ممن لا ينسى الصلاة، فأبناؤه متجهون إلى الله. ولذلك إذا قال جعلوا بيوتكم قبلة، معنى أن يكون الأولوية عند أبناء البيت هي الصلاة والدين. فإن بيتا يترك أهله الصلاة هو بيت حتى ولو وسعت مرافقه فهو ضيق، لأن الشيطان يسكنه. خصم حراب إلا جاو فيه مالين الدار ربي، خصم حراب في الديار. إلا بغيتو تربوا الوليدات كيزيدوا على الخير كيوجدوا ينوض، يصيب باه وجدو عندهم محراب.